بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. النهاردة إحنا في الجزء الثالث في المحاضرة الرابعة. آخر حاجة إحنا اتكلمنا فيها كانت طبعا الأوبتمايز للويندوز، إزاي بنحسن أداء الويندوز، وكنا وقفنا على التمبرري فايلز. التمبرري فايلز اللي هي الملفات المؤقتة، وإزاي نقدر نديرها شوية. أيوة، وهي موجودة فين بالظبط التمبرري فايلز؟ وقلنا يعني موضوع الملفات المؤقتة دوت بيشكل مشاكل كتير جدا، أو بيعمل مشاكل كتير جدا بالنسبة لأداء الويندوز. طبعا أنا لما باجي أشرح لك الكورس دوت، فأنا بشرحه لك كراجل تكنيشن، يعني بمعنى أصح المشاكل اللي هتقابلك، برغم إن في شابتر لوحده كده هنتكلم فيه عن الترابل شوتينج، لكن كل حاجة بنتكلم فيها بنقول والله يعني في الواقع العملي بيحصل كذا، وده حاجة مهمة جدا، وده الغرض الأساسي من كورس الاي بلس. كورس الاي بلس الطبيعي اللي أنت بتطلع منه المفروض إن أنت تكون راجل كتكنيشن فاهم كويس جدا عشان شغلك، مش عشان الشهادة بس. طيب لو جينا بعد التمبرري فايلز بنتكلم على موضوع تاني اللي هو السيرفيسز أو الخدمات. بالنسبة للسيرفيسز أو الخدمات، هو بيقول لي إن هو إن في شغلات كتير قوي بالنسبة لويندوز الفيستا أو إكس بي أو الألفين بيعتبرها أو بيتعامل معاها كسيرفيسز. زي إيه مثلا؟ زي سيرفيس اسمها البرنت سبولر. على فكرة السيرفيس دي مهمة جدا، وبتقابلك مشاكل كتير جدا في حياتك العملية وأنت شغال في شركة، يقول لك والله البرينتر مش شغال. وفي الفيستا بالذات بص تلاقي في رسالة تطلع دايما، أي رسالة تطلع لك على الجهاز اللي أنت شغال عليه حاول تقرا الرسالة دي كويس جدا. تبص تلاقي إن الرسالة بتقول لك إن البرينتنج ستوبت أو وقفت. ليه؟ لأن البرينتر أو البرينت سبولر سيرفيس وقف، تمام، أو مش شغالة. فإذا السيرفيس ديت أو خدمة البرينت سبولر ديت بتبقى طبعا خدمة أساسية لعملية الطباعة. خدمة تانية هو مديها لي في الكتاب اسمها الوايرلس نتورك زيرو كونفيجوريشن. بمعنى أصح حضرتك لما بتيجي تركب أي كارت وايرلس بتبص تلاقي كارت طبعا نتورك وايرلس بيبقى فيه إعدادات أنت بتبقى في غنى عنها. ليه؟ لأن الخدمة دي موجودة، مجرد إن أنت بتركب كارت وايرلس وبتعرفه، خلاص الكارت بيطلب منك فقط لا غير ان انت تدخل له الكود او اللي هو الباسورد بتاع او السكيورتي بتاعت الشبكه، وخلاص انت بتبقى كونكتد على الشبكه وخلاص. غير الشبكه الواير، الشبكه اللي هي بسلك ديت بيبقى فيها اعدادات مهمه جدا لازم بتعملها عشان تقدر تشتغل وتقدر الشبكه تبقى ايه يعني شغاله. سيرفيس ثانيه اسمها دي اتش سي بي. طبعا دي سيرفيس مهمة قوي، هنتكلم طبعا عن الكلام دوت، لان الكلام دوت بيمط بصلة كبيرة جدا للشبكات. فدي اتش سي بي ديت دي خدمة مهمة قوي، ان يعني بتقدر تاخد الاي بي بتاعك او رقم كده بالظبط. ولو انت في شبكة كل جهاز بيبقى ليه زي صندوق بريد كده، بنقدر نقول ان صندوق البريد دوت ليه رقم. طبعا الرقم دوت هو اللي بنقدر نتعامل بيه من خلال نبعت له اي حاجه من خلال الرقم دوت. طبعا انا بجيب الكلام مبسط جدا لان الكلام ده هيتشرح باي ديتيلز في الشبكات ان شاء الله، او في النتوركنج في الشابتر بتاع النتورك. طيب وفي سيرفيسز كتيره جدا. طيب احنا دلوقتي عشان اوصل للسيرفيسز ديت، زي ما قلت لك المره اللي فاتت، مهم جدا المسار اللي انت بتوصل بيه للحاجات اللي احنا بناخدها زي ديفايس مانجر، زي السيرفيسز، زي التمبرري فايلز، لان هو بيسالك في الامتحان كتير جدا على المسار ده بتوصله ازاي. بنقدر نوصل للسيرفيسز بسهوله وبعده مسارات. منهم اول مسار، لو انا جيت هنا هو في الفيرشوال ماشين بتاعي، ممكن اكتب هنا في الستارت في الران، افتح ستارت وبعدين ران، اكتب سيرفيسز دوت ام اس سي. دايما احفظ دوت ايه، يعني الاكستنشن ده مهم جدا. انت ممكن تكتب سيرفيسز بس
وتعمل اوكي. في الحاله ديت انت بتقول للرن انا عايز اشغل services.exe، يعني اكن بالظبط الملف ده executable file او ملف تنفيذي. هو في الحقيقه احنا هنا هوت لازم عشان تشتغل اكتب services.msc، فاهمني؟ فده مهم جدا تاخد بالك كويس جدا من الاكستنشن او الامتداد اللي انت هتكتبه. لو انا كتبت كده هقول له اوكي، هيطلع لي السيرفيسز بالشكل دوت. ده بنسميه كونسول، الكونسول بتاع السيرفيسز اهو قدامي، تمام؟ او اللي انا ممكن اقف كليك يمين كده على ماي كمبيوتر اقول له مانج، تمام؟ فبيطلع لي كونسول جميل قوي اسمه كمبيوتر مانجمنت، منه حاجه اسمها سيرفيسز اند ابلكيشنز، اتفقنا؟ فتحتيه على طول حاجه اسمها سيرفيسز اهيت، هيطلع لي برضو الكونسول بتاع اكن الكمبيوتر مانجمنت دوت هو عباره عن كونسول جواه اكتر من اداه. الادوات دي كلها ان شاء الله يعني هندرسها بالتفصيل. احنا درسنا منها بالفعل الديفايس مانجر، يبقى الديفايس مانجر اقدر اجيبه بالطريقه اللي انت شفتها، كليك يمين على ماي كمبيوتر زي بعد كده بعمل بروبرتيز اجيب الديفايس مانجر، او اللي انا اجيب الديفايس مانجر من الكمبيوتر مانجمنت، او عدة طرق تانية يعني ممكن برضو في الران بامر معين اقدر اجيب الديفايس مانجر. فخد بالك جدا من موضوع المسارات دوت واحفظه كويس قوي. احنا هنا في كورس A بلس، فلازم يعني نمشي زي ما الكتاب بيقول. طيب ايا كان انا جبت السيرفيسز ازاي، اوكي، لو انا دخلت ستارت اهوت وكتبت في الران سيرفيسز دوت ام اس سي، ففتح لي الكونسول بتاعها بالشكل دوت، اوكي. وانا عندي طريقتين لعرض السيرفيسز، عندي طريقه اسمها اكستندد وعندي طريقه تانية اسمها ستاندرد. هذه السيرفيسز الاسم بتاعها، الديسكريبشن بتاعها اللي هو الوصف بتاعها، الحاله بتاعتها هي شغاله ولا واقفه ولا ايه بالظبط، اوكي، حالتها عند البدايه عند بدء الويندوز حالتها هتبقى ازاي. والسيرفيسز هي دلوقتي لما يعني عمليه الولوج بتاعت الويندوز داخله مثلا على يوزر الادمنستريتور، يعني سيرفيسز شغاله، ممكن تكون سيرفيسز معينه شغاله يعني ستارتد على طول لو اللي انا داخل باليوزر اللي اسمه ادمنستريتور، ممكن تكون السيرفيس نفسها معمول لها بوزد يعني واقفه او يعني مثبتينها، تمام؟ في حاله لو انا داخل مثلا بيوزر تاني اللي هو مثلا سي اسمه تامر، موضوع اليوزرز ده برضو هناخده ان شاء الله بالتفصيل. بس طبعا يعني احنا الكورس بتاعنا مهم جدا وان شاء الله هو قوي جدا ومحتاج مننا ايه، صبر بعون الله يعني. طيب لو انا رحت للعرض اللي هو اسمه ستاندرد، تمام، ستاندرد دوت زي ما انت شايفه هو يعني جابهولك بالشكل دوت. اما اكستندد انا لو وقفت على اي سيرفيس مثلا زي سيرفيس اسمها اوتوماتيك ابديتس، اوتوماتيك ابديتس ديت المفروض سيرفيس اول ما بيقوم الويندوز، اول ما بتنزل الويندوز بتلاقي ان الاوتوماتيك ابديت بتبقى سيرفيس معمول لها انيبل او ستارتد، تمام؟ ففي الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ دايركت على طول هيبقى عندي اختيار او خيارات للويندوز اللي هو يروح يجيب الابديتس او التحديثات من شركه مايكروسوفت. يعني ممكن يسألك، ممكن يروح على طول من غير ما يسألك، ممكن ينزلها من غير ما انت تحس، فهمني؟ فكل الامور دي هنتكلم عنها بالتفصيل لما نروح للاوتوماتيك ابديت اللي هو التاب اللي موجود هنا هوت. لما بعمل كده كليك يمين على ماي كمبيوتر واروح لبروبرتيز، تمام، فهلاقي في حاجه هنا اسمها اوتوماتيك ابديت، يعني ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل او خلينا نتكلم عنها دايركت هو دلوقتي. هو اوتوماتيك ابديت انا قافله، انا عامل الاوتوماتيك ابديت تيرن اوف يعني قافله، تمام؟ لو انا معلم عليه وده ريكومندد طبعا من شركه مايكروسوفت بالشكل دوت، فبيقول لي انت عايز تعمل اوتوماتيك ابديت كل قد ايه، فبقول له مثلا هو باي ديفولت معمول اللي هو افري داي، يعني كل يوم الساعه 3 صباحا، ممكن اختار من هنا يعني every Sunday او Friday او اي حاجه من الشكل دوت، والساعه كام بالظبط اقدر احددها. ودايما طبعا الابديت معناه اللي لازم جهازك يكون متصل بالانترنت،
معنى لجهازك يكون متصل بالإنترنت عشان يروح على طول يجيب الأبديت من شركة مايكروسوفت. معنى الكلام ده إن جهازك هيحصل له بطء، يعني مش معقولة مثلا أنا في شغلي أكون مشغل الأوتوماتيك أبديت الساعة 11 الظهر. ليه؟ لأن لما أنا هعمل يعني هشغله على الساعة 11 الظهر، دايركت الجهاز هيروح يجيب الأبديت من شركة مايكروسوفت، يتصل بالإنترنت، وفي الحالة دي هبص ألاقي إن الجهاز يعني حصل له بطء، فالكانديديت أو المتدرب هيعاني من الموضوع دوت، مش هيعرف يتعامل مع الجهاز بسهولة. اتفقنا؟ فأنا لو خليت الموضوع أوتوماتيك أبديت أعمل له تيرن هون، فبحدد وقت معين في يوم معين يكون الأجهزة مفتوحة فقط لا غير للأبديت، يعني مفيش حد شغال على الأجهزة. فهو هنا مديني يعني اختيارات، بيقول لي أنت خلاص خليت أو عملت إنيبل أو شغلت لي خاصية أو السيرفس اللي اسمها الأوتوماتيك أبديت، طب تحب الداونلود الأبديتس بس خليني أختار منهم انزل مين. يعني انا هعمل داونلود لكل الابديت، كل الابديت بتاع شركه مايكروسوفت هعمله داونلود من على الموقع بتاعهم، لكن خليني اختار اعمل انستول افرد اني ابديت منهم على جهازي. فاهمني؟ طيب الاختيار الثاني نوتيفاي مي بات دونت اوتوماتيكلي داونلود اور انستول ذيم، يعني قول لي ان في ابديت، قول لي اللي في النسخه بتاعتك دي محتاجه ابديت من شركه مايكروسوفت والابديت متوفر على الموقع، لكن ما تروحش تجيبه ولا يعني ما تروحش تعمله داونلود ولا تنزله من نفسك، او تيرن اوف اوتوماتيك ابديت. على فكره احنا في شغلنا بنعمل دايما الخدمه دي تيرن اوف، يعني او بنوقف بنوقف الاوتوماتيك ابديت، لان الاجهزه بتاعتنا بتكون اجهزه امتحان، فمش معقوله والطالب مثلا بيمتحن امتحان توفل او بيمتحن امتحان اي سي دي ال او بيمتحن اي امتحان مايكروسوفت او اي حاجه، تبص تلاقي الجهاز يعني مره واحده راح جاب الابديت او اتصل بشركه مايكروسوفت وجاب الابديت. فطبعا دي هتعمل لنا مشاكل جدا في الاجهزه بتاعتنا، يعني دوت حاجه انت هتقابلها في حياتك العمليه لازم تكون عارفها كويس جدا. تمام؟ الاوتوماتيك ابديت كمان بيعمل مشكله لو ان نسخه الويندوز اللي انت منزلها على الاجهزه بتاعتك مش نسخه اصليه، فمعنى ذلك ان شركه مايكروسوفت مجرد ان جهازك يتصل بشركه مايكروسوفت بتروح تشوف السيريال نمبر بتاع النسخه اللي انت منزلها، فبتعرف ان النسخه بتاعتك مش اصليه، ففي الحاله ديت بتبعت لك رساله اللي انت ممكن تكون يعني ضحيه لنسخه مضروبه، وبتبص تلاقي ان بعد فتره كده يعني وخاصة في الفيستا بتبص تلاقي ان نسخة الويندوز بتاعتك باظت، حصل لها مشكلة، ودي من ضمن العيوب اللي موجودة في الفيستا. يعني الاكس بي الرسالة ممكن تكون موجودة وبتاع، لكن تلاقي الدنيا شغالة زي الفل ما فيش اي مشاكل، لكن في الفيستا لا، بعد فترة كده لو ان النسخة بتاعتك مضروبة واكتشفوا ان هي مضروبة، فتلاقي ان الفيستا نفسها نسخة الفيستا ما بتشتغلش. طبعا دي من الامور كتير جدا اللي انا بشوفها في ايه في حياتي العمليه، وحبيت ان انا يعني اعرفك بيها واقولها لك. طيب قلت له اوكي. هنا لو رحت فهي باي ديفولت السيرفيسز مالها بادئه، بس انا عامل لها ايه؟ عامل موقف السيرفيس عن العمل. فاهمني؟ فالسيرفيس هنا مالها شغاله ستارتد اوكي، لكن انا موقفها عن العمل عن طريق ان انا عامل تيرن اوف لمين؟ للاوتوماتيك ابديت. طيب لو جينا شفنا مثلا سيرفيس تانية، نشوف مثلا سي سيرفيس زي بتاعت الهيلب اند سبورت. الهيلب اند سبورت ده حاجة مهمة جدا، ده مثلا في امتحانات الاي سي دي ال بيجي لهم سؤال كامل عن الهيلب اند سبورت. فاهمني؟ يقول له مثلا باستخدام الهيلب اند سبورت ابحث عن كذا. طب لو السيرفيس ديت يعني واقفة او مش شغالة ايه اللي هيحصل؟ مش هقدر استخدم الهيلب اند سبورت اللي انا عن طريق اللي انا بجيبه ازاي؟ بجيبه من ستارت تمام واختار هيلب اند سبورت. تمام؟ فطبعا دي حاجه ايه؟ يعني حاجه مهمه جدا. طيب ايه تاني؟ ايه الحاجات اللي هي ممكن برضو تقابلني في الموضوع ده؟ سيرفيس تانيه اسمها الماسنجر. مش المقصود ان هو خد بالك هو بيعمل لك هنا اهوت ديسكريبشن للايه؟ للسيرفيس. ديت الماسنجر دي عباره عن ايه؟ اللي هو بيرسل تمام حاجه اسمها يعني باكت كده او رساله
من طبعا لازم الكلام ده اللي بتكلم على ايه، على شبكه. الشبكه بيبقى فيها حاجه اسمها كلاينتس واجهزه تانية بتشتغل كسيرفرز، يعني مثلا جهاز متصل ببرينتر وانا كلنا بنطبع على البرينتر دي من خلال الجهاز ده، فبالحاله ديت الجهاز ده بيقدم خدمه او يقدم خدمه الطباعه للاخرين، فبقول عليه سيرفر. تمام، الاجهزه اللي خدت الخدمه ديت فبقول عليها كلاينتس. تمام، طبعا الكلام ده برضو يعني هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي للشابتر بتاع النتورك. اوكي، فالماسنجر دوت دي خدمه مهمه جدا. انا مثلا في شغلي بيقابلني مشاكل لو ان السيرفيس ديت، يعني السيرفيس ديت ممكن تكون شغاله وممكن ما تكونش شغاله، وهي شغاله ايه اللي بيحصل في الحاله ديت؟ اللي بيحصل ان انا عندي مثلا سيرفر مشغله انتي فيروس سيرفر، تمام، والاجهزه كلها اوكي منزل عليها او شغاله كانتي فيروس كلاينتس، يعني كل الاجهزه كلهم تحت سلطه الايه؟ الانتي فيروس سيرفر دوت. اوكي، اللي بيحصل بعض المشاكل ان ممكن وانا شغال ابص الاقي كل الاجهزه اللي الطلاب بيتدربوا عليها طلع قدامهم رساله بتقول لهم ان في فيروس. الرساله دي في الحقيقه مين اللي باعتها؟ اللي باعتها السيرفر للكلاينت، يعني باعتها السيرفر الانتي فيروس سيرفر للكلاينت. تمام، بيقول والله ان في الجهاز الفلاني في فيروس. فاهمني؟ مين اللي بيبعت الرساله ديت او خدمه ايه المسؤوله عن الرساله ديت؟ هي خدمه الماسنجر. المقصود هنا هو تشوف هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السيرفيس ديت فين؟ بيقول لي هي this service is not related to Windows Messenger، ملهاش دعوه بالويندوز ماسنجر. فاهم قصدي؟ فخد بالك كويس جدا. مثلا برضو في امتحاناتنا او في شغلنا او في يعني في الاماكن اللي هي بتبقى معتمده للامتحانات العالميه دايما بيوقفوا الخدمه ديت، يعني خدمه الماسنجر دي بنعمل لها ستوب. تمام، هنعرف ازاي. طبعا خدمه ثانيه اسمها نت لوجن. النت لوجن دي خدمه بقى برضو شغاله في بيئه اسمها بيئه الدومين. تمام، من خلالها اي جهاز عاوز يخش على الدومين فطبعا الخدمه ديت هي اللي بتعمل عمليه الاوثنتيكيشن عشان للاكونت بتاع الجهاز دوت، او بتصرح له بالدخول، يعني الجهاز دوت موجود عندنا في الدومين ولا مش موجود، ليه اكونت عندنا في الدومين ولا ملوش اكونت في الدومين. طيب في ايه تاني؟ في خدمات كتيره جدا موجوده هنا. خدمه البرفورمانس اللي احنا اتكلمنا على موضوع البرفورمانس اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. طبعا البرفورمانس دوت بيبقى ليه لوك فايل. لوك فايل بيكتب بالظبط ايه اللي بيحصل في البرفورمانس. خدمه البلاج اند بلاي، يعني مثلا لما انت بتيجي تركب كارت، مجرد ان الكارت انت ركبته فبيشغل على طول، فطبعا ده بيسهل على الويندوز يعني عمليه الانستول الكارت دوت، او يكون لي يعني عمليه الريكوجنايز يعني مع الكارت دايركت على طول بدون تدخل كتير من اليوزر. صح الكلام كده. خدمه البرينتر سبولر زي ما قلنا، اللي هي برضو الديسكريبشن بتاعنا اللي هي بيحمل الملفات للميموري عشان عمليه تاخير البرينتر. طيب خدمات كتيره جدا يعني مهمه قوي، لازم طبعا تكون عارف، هتعرفها بالتفصيل طبعا طول ما انت ماشي في مجال الاي تي وفي مجال شغل الاي تي، هتعرف كل الخدمات ديت وهتكون بالنسبه لك ايه خدمات مهمه جدا ولازم هتكون عارفها. طيب ده كان قصه السيرفيسز. فهو كده هنا كان بيكلمني ازاي اقدر اجيبها. تمام، وبيقول لي في حاجات طبعا مهمه جدا. بيقول لي ان انت عشان تعرف البروبرتيز او الخصائص بتاعت اي سيرفر بتاعت اي سيرفيس، كل اللي عليك ان انت هتروح او جبت السيرفيس مره تانية بالشكل ده، هتعمل دبل كليك على سيرفيس معينه زي الاوتوماتيك ابديت دي، دبل كليك عليها او كان كليك يمين وتقول له بروبرتيز، فهتلاقي ان هو ان في تاب اسمه جنرال بيقول لك الديسبلاي نيم بتاعت السيرفيس دي، هي الديسكريبشن بتاعها ايه، هو السيرفيس دي مكانها فين بالظبط. يعني شوف السيرفيسز كلها موجوده في فولدر اسمه سيستم 32 جوه الويندوز، ده فولدر مهم جدا جدا جدا. هنا هوت
يعني مثلا بيقول لي الستارت اب، طيب يعني اول ما بيخش الويندوز السيرفس ديت يعني بيحصل لها ايه؟ بتشتغل ولا ما بتشتغلش ولا ايه بالظبط؟ فبيقول لي اللي هي باي اوتوماتيك باي ديفولت هي ستارت، هي بتشتغل. يعني اول ما الويندوز بيخش، اول ما الويندوز بيحصل له عمليه الستارت اب، فالسيرفس ديت يعني بيحصل لها ايه؟ بتبقى ستارت. ممكن اغير الكلام من هنا واقول له لا خليني انا اعمل لها ستارت، اتفقنا؟ يعني اعمل لها ستارت او ستوب مانيوال، او اللي انا اقول له يعني اعمل لها ديسيبل، تمام؟ وفي الحاله ديت انا ممكن اوقف السيرفيس كده، اعمل السيرفيس ستوب بالشكل دوت، وانا اعمل لها هي معمول، يبقى هي الخاصيه بتاعتها او حالتها اللي هي ستوب واقفه، اوكي؟ والستارت اب تايب بتاعها اللي هي معمول لها ديسيبل. طب لو انا هي انا عامل لها او يعني السيرفيس، حاله السيرفيس ان هو كانت نقول عليها مثلا اوتوماتيك، اوكي، وانا عامل دلوقتي عامل السيرفيس في الوقت الحالي ستوب، لما اجي اعمل ريستارت للجهاز هلاقي ان السيرفيس اشتغلت اوتوماتيك. فاهم القصه؟ فاهم الفرق بين الستارت اب تايب والسيرفيس ستيتشز ديت؟ دي كلام مهم جدا، خلي بالك منه. اما لوج اون، فمعظم السيرفيسز بتبقى داخله الويندوز باكونت اسمه سيستم. طبعا هنتكلم على الاكونت ده بالتفصيل لما هنيجي لليوزرز اكونت قدام شويه. او اللي انا ممكن اقول له لا والله انا عايز السيرفيس ديت تشتغل بالاكونت اللي اسمه تامر مثلا، اللي الباسورد بتاعته كذا، او كونفيرم الباسورد ده بشكل معين. حاجه تانية انا ممكن اقول له انيبل السيرفيس ديت في هاردوير بروفايل، هتكلم حالا دلوقتي عن ايه حاجه اسمها هاردوير بروفايل، دي مهمه جدا برضو هنتكلم عنها في محاضرتنا النهارده ان شاء الله، تمام؟ دي كانت قصه اللوج اون. خد بالك بيجي لك فيها اسئله كتير في الامتحان، يعني لوج اون بهاردوير بروفايل، ببروفايل بهاردوير بروفايل معين، او باكونت ايه معين. الريكفري، التاب بتاع الريكفري ده بيقول لي لو ان السيرفيس يعني اشتغلت، او ان الويندوز اشتغلت والسيرفيس ديت حصل لها فيلر، يعني السيرفيس ديت وقفت واول ما الويندوز اشتغل، في الحاله دي اعمل ايه؟ فبقول له مثلا يعني هوت تيك نو اكشن، ما تعملش حاجه، ولا ريستارت السيرفيس بنفسك، تمام؟ ولا ران بروجرام معين، اول ما السيرفيس ديت تقع شغل برنامج معين هيعمل حاجه معينه، يعني بدل السيرفيس، بدل السيرفيس ديت، اوكي؟ ده كلام يعني مهم جدا. اما التاب دوت في بعض السيرفيسز بتكون يعني بتعتمد على السيرفيس ديت، فزي ما انت شايف كده مفيش سيرفيس بتعتمد على او خدمات اخرى بتعتمد على السيرفيس اللي اسمها اوتوماتيك ابديت. ده كانت قصتنا مع الخدمات او مع السيرفيسز. نيجي بعد كده نشوف بيكلمني عن ايه. بيكلمني عن موضوع مهم جدا بيجي في الامتحان اسمه اندكسنج. اندكس يعني فهرس، اندكسنج يعني عملية فهرسة. طيب انا بعمل الفهرس دي اساسا ليه؟ بنعمل الفهرس بتاع الكتاب دوت عشان يسهل عملية السيرش او عملية البحث، صح الكلام كده؟ فهو بيقول لي هنا ان ويندوز فيستا ويندوز اكس بي بيقدموا السيرفيس اللي اسمها اندكسنج. يعني اندكسنج دي كمان مالها سيرفيس، يعني يا ترى هلاقيها في لما في افتح السيرفيس مره تانية هنا هلاقي في حاجه اسمها اندكسنج ولا ما فيش؟ تعال نشوف كده في حرف الاي، تمام؟ اهي اندكسنج سيرفيسز اهيت كي موجوده. طيب فبيقول لي اذا الموضوع هنا هوت ان الاندكسنج سيرفيس هي بتساعد طبعا في عمليه ايجاد الملفات اسرع. لكن على فكره انت يعني لما بتيجي تعمل عمليه الاندكسنج ديت او بتشغل الخدمه ديت، فهي بتقلل من الاداء السيستم بتاعك. طيب عشان بقى احسن عمليه الاندكسنج
واقدر اعدلها او اقدر اعدل يعني السيتنجز بتاعتها بالنسبه للفيستا. بجيبها ازاي؟ بروح للتاب بتاع ستارت، وبعد كده سيتنجز كنترول بانل. تمام، كنترول بانل مش هتكون في الكلاسيك فيو، لا هتكون في كنترول بانل هوم اللي هو الشكل دوت، مش الكلاسيك فيو دوت. تمام، لا هروح هنا الكنترول بانل هوم، هلاقي جوه عندي هنا حاجه اسمها سيستمز اند مينتيننس، افتحها هلاقي جواها هنا هو حاجه اسمها اندكسنج اوبشنز، فهيت واقدر اموديفاي فيها يعني ايه الفولدرات اللي انا عايز اعمل لها اندكس. بمعنى اصح انا عندي فولدر مهم جدا، الفولدر ده عليه الداتا بتاعتي. اوكي، طيب، بس الفولدر بيحتوي على داتا كتير. انا ممكن الفولدر دوت اعمل انيبل او امكن عمليه او خدمه الفهرسه عليه، بحيث لما اجي ابحث عن اي حاجه في الفولدر دوت، اي داتا في الفولدر دوت، يقدر الويندوز يجيبها لي بسرعه. ليه؟ لان الاندكسنج سيرفيس معمول لها انيبل. لكن لاحظ حاجه مهمه قوي، ايه هي الحاجه ديت؟ بيقول لي ان هو نوت ريكومندد اللي انت تختار درايف زي السي او الدي اللي انت تعمل له اندكس. ليه بقى؟ لان في الحاله ديت هيقلل البرفورمانس بتاعتك. يعني مثلا في ويندوز اكس بي كده، انا لو جيت فيها تحت ماي كمبيوتر اوكي، واعمل كليك يمين على الدرايف سي، واجي هنا للبروبرتيز، فهلاقي تحت هنا اهوت هو بيقول لي allow indexing services to index this disk for fast file searching. لو جيت هنا اهوت هلاقيه هنا اهوت بيقول لي it is not recommended to select entire volume such as C. تمام، because it will cause poor in performance. هيخلي لي هنا اهوت البرفورمانس بتاع السي او البرفورمانس بتاع السيستم نفسه، البرفورمانس بتاع السيستم نفسه هيكون ماله؟ هيكون بطيء او قليل. تمام، بيقول لي استخدم الاندكسنج لفولدرات انت محتاج او انت مخزن فيها داتا مهمه وعايز تبحث على طول عن الداتا دي بانتظام. ففي الحاله ديت موضوع الاندكس ايه حي يعني حي هيساعدك. هو بيقول لي ازاي انيبل الاندكسنج او ازاي اعمله ديسيبل. فطبعا في كذا طريقه للموضوع دوت. شفنا اول طريقه هي في الاكس بي، تمام، عن طريق اللي انا في الفيرشوال ماشين بتاعنا عملت كليك يمين على الهارد ديسك بتاعي، وممكن اشيل التشيك بوكس دوت عشان اقول له لا انا مش عاوز عمليه الايه الاندكس تحصل معايا. تمام، واقول له بعد كده اوكي، او اقول له ابلاي واقول له اوكي. فبيقول لي انت عايز تعمل الكلام دوت على السي كله ولا السي والسب فولدرز والفايلز الموجودين طبعا في السي كله. يعني بمعنى صح انا عامل عمليه او السيرفيس، عامل انيبل للاندكسنج سيرفيس على السي. تمام، لكن جواه في فولدر، الفولدر ده عليه الداتا بتاعتي، وبرضو عامل له انيبل للسيرفيس اللي اسمها اندكسنج. هل يا ترى لما انا دلوقتي هشيل هعمل ديسيبل للكونتيننت اللي اسمه اندكسنج على السي، عايز الكلام ده يبقى على السي، ولا كمان اشيل الاندكسنج اللي انت عامله على الفولدر اللي جوه السي؟ فطبعا انا هقول له لا، ابلاي الكلام ده على ايه؟ على السي بس، مالكش دعوه بالسب فولدرز اللي جوه الايه السي، بما اني انا طبعا محتاج ان انا اعمل اندكسنج على الفولدر بتاعي. طبعا ده كلام مهم جدا، يعني لازم، وبيجي لك طبعا في الامتحان بيجي لك سؤالين على موضوع الاندكسنج دوت في الامتحان. جميل جدا. وبرضه زي ما احنا شفنا في السيرفيسز اللي انا ممكن اعمل ديسيبل لل السيرفيس اللي اسمها ايه اندكس. طيب نيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا جدا اسمها الستارت اب. في بعض الاحيان تبص تلاقي ان الجهاز، اجهزه الشغل عندك، اول ما تيجي تخش السيستم تبص تلاقيها بطيئه جدا عقبال ما يعني تستجيب لاي حاجه. يعني الجهاز وهو بيحمل في الاول تبص ان هو بطيء جدا عقبال ما الويندوز تقدر تعمل دبل كليك على ماي كمبيوتر، تقدر تفتح انترنت. طبعا ده شيء بيبقى صعب قوي، وخاصه لو انت مثلا او قدامك يعني ناس شغاله على اجهزه قدامك،
وخاصة مثلا في مهنة الانستراكشن أو أي حاجة، فبتضطر إن أنت توقف شرحك لغاية ما كل الأجهزة تقدر إيه تستجيب. طيب في الحالة ديت إحنا يعني بنروح على طول بنلاقي إن بعض أو يعني بعض البرامج بتكون بتشتغل باي ديفولت في الستارت أب. البرنامج وهو نازل، وأول ما تيجي تنزل أي برنامج بيحط أوبشن كده لنفسه اللي هو يران على طول في الستارت اب. طبعا دي بتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لك. طبعا حاجه تانية، بعض السيرفيسز اوريدي اول ما وهي شغاله هي بتشتغل على طول اوتوماتيك زي ما انت شفت كده في الستارت اب. ده كانت ايه لما قلنا ان السيرفيس ستارت اب معظمهم بيبقوا ايه شغالين. انت ما بتشوفش السيرفيسز ديت، يعني انت كل اللي انت بتلاحظه ان الويندوز بتاعك قايم بطيء جدا. طيب في الحاله ديت هنعمل ايه؟ لازم نعرف نشيل الحاجات دي من الستارت اب فين. هو الستارت اب اساسا الستارت اب فولدر ده موجود في لكل اليوزرز، يعني طبعا انت عارف ان الاكس بي ممكن يبقى فيه اكتر من يوزر. اقدر اجيبه منين؟ لو انا فتحت الرام وكتبت فيه الامر دوت اللي هو علامة برسنتاج اول يوزر بروفايل علامة برسنتاج، بعدين اقول له ستارت منيو على بروجرامز على ستارت اب واقول له اوكي. يعني لو جيت كده خدت صاحبنا ده ورحت كتبته في الران، معذرة بس لان انا عندي دول انفلونزا بس بسيط شوية. من ان البرامج اللي هي ممكن الاقيها موجودة في الستارت اب يعني في كل اليوزر، لو انا عندي على الجهاز بتاعي يوزر اسمه تامر، يوزر اسمه محمد، يوزر اسمه ادمنستريتور، من البرامج اللي اول ما بتنزل بتفرض نفسها على كل اليوزر وتخش في الستارت اب. من البرامج ديت الانتي فيروس اللي انت بتنزله على جهازك. مع الانتي فيروس دوت انت منزله على يوزر معين، تمام؟ انت مجرد ان انت منزله على اليوزر، ودايما اليوزر ده بيكون ادمنستريتور، مجرد ان انت نزلته على اليوزر ده فهو بيحط نفسه في الستارت اب لكل اليوزرز، اتفقنا؟ فطبعا ده يعني مهم جدا. هو برضو بيقول لي هنا اهوت، لو انت بقى عاوز تخش على اليوزر اللي انت داخل بيه دلوقتي وتعرف فين الستارت اب بتاعته عادي جدا مفيش مشاكل. برضو انا ممكن اروح فين؟ ممكن بدل ما اكتب الامر دوت، ان هو بس المره دي بدل ما هتبقى اول يوزر لا هتبقى كرنت يوزر، اللي هو مثلا انا داخل مثلا بيوزر مين يا ربي، انا داخل بتامر تقريبا. تعال ناخد الامر ده كده اهوت وحطيته في الران. بص الامر ان هو بيقول له ايه؟ بيقول لك ان يوزر بروفايل، ما قالكش قول يوزر بروفايل بقى، اليوزر بروفايل يعني قصده اليوزر اللي موجود دلوقتي، تمام؟ هات لي الستارت منيو بتاعته جوه البروجرامز جوه الستارت اب، قول له اوكي. فهو دخلني اهو في اليوزر اللي اسمه تامر. طبعا اي برنامج يعني خاص بتامر بس فهتلاقيه نازل على اليوزر اللي اسمه تامر هوت، تمام؟ في الستارت اب انا كان ممكن بسهوله جدا اخش ستارت، من ستارت اخش بروجرامز، تمام؟ ستارت اب ادي فولدر جوه البروجرامز اسمه ستارت اب، هلاقي فيه البرامج اللي موجوده في الستارت اب من هنا، تمام؟ ده بس ده المين لتامر بس، اليوزر اللي اسمه تامر بس. طيب بعض الاحيان بقى بلاقي في حاجه غريبه قوي، انا دخلت زي ما انت شفت كده الستارت اب ومسحت منه البرامج اللي هي، انا مش بمسح البرنامج من على جهازي، انا بمسحه من الستارت اب عشان ما يقومش، اول ما الويندوز يقوم ما يشتغلش البرنامج، فاهم قصدي؟ ابص الاقي ان برضو العيب دوت ما اختفاش، والاقي البرنامج لسه موجود في الستارت اب، يعني اول ما الويندوز يقوم الاقي لسه البرنامج بيقوم في الستارت اب. هنا بقى هيبقى في دور لحاجه اسمها الريجستري. الريجستري دي مهمه جدا جدا. انا بقول لك ليه الكلام دوت؟ لان دي مشاكل بتقابلني انا شخصيا في شغلي. طيب عشان اشرح لك اللي موجود هنا دوت اللي هي الريجستري كيز ديت، لازم اروح الاول اشرح لك الريجستري. الريجستري تعتبر من البرايمري ويندوز كومبوننتس، برايمري ويندوز كومبوننتس، خد بالك دي بتجي لك يعني في الامتحان بيسالك فيها سؤال او اتنين في الامتحان. الريجستري هي عباره عن ايه؟ الريجستري هي قاعده البيانات بتاعت الويندوز. الويندوز ده منظم مؤسسه كبيره على جهازك، هو ده يعني المدير بتاع الجهاز بتاعك. اي برنامج بينزل بعد الويندوز فبيسيب اثر في الويندوز وبيسجل نفسه
كموظف عند الويندوز في قاعدة بيانات الويندوز اللي هي مين؟ اللي هي الريجستري. أي حاجة أنت بتعملها، لو غيرت الديسكتوب بتاعك، لو غيرت الستارت منيو بتاعتك، لو عملت أي حاجة هتبقى موجودة، أو يعني هتسجل نفسها، أو هتسجل القيمة بتاعتها، أو بنقول عليها الفاليو بتاعتها في الريجستري. بيقول لي هنا إن الريجستري بتتكون من 5 سيكشن، 5 يعني نقدر نقول 5 قطع يعني، تمام، أو 5 أجزاء. الجزء الأول اسمه HK_classes_root، ده مهم جدا، بيجيلك في الامتحان، يجي يقول لك والله السيكشن اللي هو بتاع الريجستري اللي اسمه HK_classes_root، يا ترى دوت بيبقى فيه ايه؟ او جزء تاني اسمه HK_current_user، وجزء كمان اسمه HK_local_machine، و HK_users_ تمام، وعندي HK_current_config. ف يعني حاول انت تعرف كل واحده فيهم، بيكون كل جزء فيهم بيخزن ايه بالظبط. ال HK_classes_root بيخزن الفايل اكستنشنز، يعني اي ملف بيبقى ليه امتداد عشان الويندوز يعرف نوعه، صح؟ يعني مثلا اي ملف لو لقيت امتداده .bmp يبقى ده ملف صورة نقطية، لو ملف .doc يبقى ده ملف وورد دوكومنت، ملف .xls يبقى ده ملف اكسل، وهكذا، صح الكلام؟ يبقى هنا في الجزء ده اللي هو اسمه HK_classes_root بلاقي ان الامتدادات بتاعت الملفات بتخزن جواه عشان الويندوز يعرف بالظبط اني كمبيوتر، او سوري، اني برنامج هيقدر يفتح الملف دوت. والا انت لما تيجي تعمل دبل كليك على ملف مثلا وورد، مين اللي بيخلي الوورد مين اللي بيخلي الويندوز يفتح الوورد؟ يعني طبعا الويندوز عنده معلومية ان الملف دوت يعني من عن طريق الاكستنشن بتاعه بيفتحه مايكروسوفت وورد، ده طبعا ليه؟ لانه موجود في الداتابيز بتاعته في الريجستري. طيب هو بيقول لي كمان ال HK_classes_root ده بيبقى مخزن كمان في ال HK، يعني الجزء ده كده، خد بالك، الجزء ده الكي الكبير ده، التوب ليفل كي ده، تمام، بيبقى مخزن في التوب ليفل كي ده اللي اسمه HK_local_machine، تمام، خلاص، اوكي. ايه كمان؟ HK_current_user، يعني اليوزر الحالي ده بيبقى فيه ايه؟ في الكونفيجوريشنز الموجوده لليوزر الحالي، زي ايه؟ السكرين سيفر بتاعت اليوزر اللي داخل دلوقتي، تامر، الديسك توب بتاع اليوزر اللي داخل دلوقتي، مايكروسوفت اوفيس يوزر انفورميشن، تمام، اللي موجوده في اليوزر الحالي. طيب بيقول لي كمان ان السكشن اللي اسمه HK_current_user ده كله كده بيبقى مخزن في الجزء اللي اسمه HK_users. جميل، انت قلت لي هم كام جزء؟ هم 5، منهم 2، تمام، 2 توب ليفل كي موجودين اوريدي في 2 تانيين، يبقى القصه كلها هم مش 5 بقى، هم يعتبروا اللي هم كام؟ 3. طيب تعال نشوف كده ال HK_locker_machine في ايه بقى؟ هو بيخزن الهاردوير اند السوفت وير سيت اب انفورميشن، اي حاجه عن السوفت وير اللي نازل على جهازك او الهاردوير اللي نازل على جهازك بتبقى موجوده في ال HK_local_machine. طيب فبالتالي لازم يكون الفايل اكستنشنز، تمام، مخزنه جواه كمان. وبالتالي ال HK_classes_root، تمام، هو جزء من مين؟ من ال HK_local_machine. طيب ال HK_users
يوزر كل اليوزر، يبقى اكيد الكرنت يوزر جزء منه، صح كده؟ الكرنت يوزر جزء منه وبيحدد كل الانفورميشن بتاعت كل اليوزر على الكمبيوتر دوت. طب ال اتش كي اندرسكور كرنت اندرسكور كونفيج بيبقى فيه كل الاعدادات للهاردوير بروفايل اللي انت داخل بيه، وهنقول دلوقتي حالا يعني ايه هاردوير بروفايل. هنقول دلوقتي حالا يعني ايه هاردوير بروفايل، تمام؟ بس خلينا نكمل موضوع الريجستري دوت. تمام، دي الاسئله اللي هتجيلك في الامتحان، هيجيب لك كي او توب ليفل كي من دول ويقول لك بيتخزن جواه ايه ويديك اربع اختيارات، فلازم حضرتك تكون حافظ الموضوع كويس جدا. لغايه دلوقتي ما عرفتش ايه الريجستري، تعرفت اللي هي بس ايه يعني حاجه جواها خمسه سيكشنز كده، هنتفرج عليهم دلوقتي وهنعرف ايه قصتهم حالا يعني. بعد كده هو بيقول لي ازاي اقدر افتح الريجستري. بيقول لي انت ممكن تقدر تفتح الريجستري من امر مهم قوي اسمه ريك اديت، والامر دوت برضو يعني كان بيستخدم في 2000 في ويندوز 2000 اسمه ريك اديت 32. هو برضو انت ممكن تكتب في الفيستا ريك اديت وممكن تكتب ريك اديت 32 وتفتح لك الريجستري يعني الشكل العادي بتاعه. في 2000 كان شكل الريجستري مش منظم خالص زي ما هنشوف دلوقتي، عباره عن قاعده بيانات. الناس اللي عارفه اكسس او يعني شافت حاجه مثلا زي الاكسس التيبلز والكويري والحاجات دي كلها، هتعرف ان الريجستري بالظبط عباره عن قاعده بيانات ليها شكل كده هرمي. اوكي، بس هو بيقول لي ان في 2000 كان شكلها ما بيبقاش يعني منظم خالص، وكنا بنفتحها في 2000 من ريج اديت 32 الامر دوت. وانت برضو تقدر تفتحها في الفيست او تقدر تفتحها في الاكس بي من ريج اديت او ريج اديت 32، لكن في لما تيجي تكتب الامرين دول هيدوك الشكل اللي هو شكل واحد يعني. فانا لو جيت هنا مثلا في الماشين بتاعتي اكس بي، فتحت في الرن كتبت ريج، اهيت ريج اديت. بس لو انا عملت ريج اديت كده مش هيعمل لي حاجه، تمام؟ بص ريج اديت او فتح لي اهيت، كتبت ريج اديت سوري معلش. بس طيب انا لما هل ينفع اكتب السيرفيسز كده يعني زي ما قلت لك قبل كده سيرفيسز مثلا هي من غير الدوت ام اس سي، فاهمني؟ طيب انا ما معنى ان انا كتبت ريج اديت وما كتبتش جنبها اكستنشن معناه اللي هو دوت اي اكس اي يعني ملف تنفيذي. اوكي، خد بالك الكلام ده مهم يعني هيجي لك في الامتحان، هيقول لك عشان تيجي تفتح الريجستري تكتب ايه، ريج اديت دوت ام اس سي ولا ريج اديت دوت كذا ولا ريج اديت دوت بتاع دوت ام اي اكس اي معايا. فده مهم جدا تعرف الاكستنشنز بتاع الايه بتاع الكونسولز اللي احنا بنفتحها دي. فده شكل الايه الريجستري بتاعتي، ده شكل الريجستري. ادي الخمسه او الهوت الخمسه التوب ليفل كيز اهم. لو انا جيت فتحت اي واحد فيهم مثلا، لو جيت فتحت الكرنت يوزر دوت اليوزر اللي انا داخل عليه اللي هو اسمه تامر، طبعا زي ما انت شايف كده ادي الشكل اللي قدامنا دوت. لو جيت هنا اهوت فتحت في الكنترول بانل مثلا، تعرف الكنترول بانل بتاعت الايه بتاعت الاكس بي، تعال نفتح فيها مثلا اي حاجه بالنسبه للريجستري. هنفتح الديسك توب، جوه الديسك توب زي ما انت شايف كده في ان هو ديت كلها بنقول عليها اسم والنوع بتاعها، ده نوع وده الداتا اللي هي مكتوبه بالنسبه للكي دوت. طيب او الفاليو دي ليها فاليو معينه طبعا، دي بنسميها ايه فاليو. طيب تعالى كده نشوف مثلا ايه ممكن يكون مثلا مفهوم بالنسبه للموضوع دوت بالنسبه للديسك توب. الايكون فونت، الايكون فونت، الفونت بتاع مين؟ بتاع الايقونات يعني ماي كمبيوتر مش عارف ماي دوكمنت الحاجات دي كلها. الفونت ده يعني لو جيت بصيت تحت كده اللي شايف ماي كمبيوتر ديت، الفونت ده اللي مكتوب بيه كلمه ماي كمبيوتر. ممكن العب فيه من هنا
ممكن العب فيه من هنا، والفاليو بتاعته يعني لو عملت كده دبل كليك عليه بالشكل دوت، دي الفاليو بتاعته اللي هي مكتوبه طبعا بهكس ديسيمال او نظام اللي هو الايه السادس عشر، اللي هي حروف وارقام. ممكن العب فيه من ان هو طبعا لو انا ايه فاهم الايه الموضوع كويس جدا. لو انا جيت ان هو كليك يمين عليه اوكي، ممكن برضو اقول له ايه موديفاي، فاكني عملت دبل كليك بالظبط. ممكن اديليته خالص من هنا، بس طبعا ده هتبقى مشكله كبيره، زي ما مشكله كبيره زي ما هقول لحضرتك دلوقتي عليها بالظبط. تعالى نشوف حاجه تانية كده اهوت، يعني مثلا نشوف ايه طبعا بيبقى ليها كل حاجه من ديت، بيبقى ليها يعني قيمه معينه تقدر تغيرها فيها، لازم تكون فاهم كويس جدا انت بتعمل ايه. يعني لو جينا شفنا مثلا مثلا سي ايه، تعالى نشوف. شوف انا محتار ازاي وانا بدور هنا اهوت، لان الريجستري يعني قليل، او هقول لك امتى تلعب فيها او امتى تشتغل فيها يعني، بس يعني بيبقى في تحذير كبير جدا اللي انت تقدر تلعب في حاجه في الريجستري، وهقول لك ليه بالظبط دلوقتي. لو انا جيت مثلا ساي ان اهوت للكلوك الساعه، لو دخلت اهوت في مايكروسوفت دوت ان اهوت في سوفت وير، وبعد كده دخلت مايكروسوفت، ده طبعا لمين؟ لليوزر اللي احنا واقفين عليه. يعني انا اول حاجه دخلت اهوت في الاتش كي اندر سكور كارنت اندر سكور يوزر، وحاول ما تركزش قوي في الموضوع اللي انا بعمله دوت يعني، فاهمني؟ لان انا بس بفهمك ان الريجستري بيبقى جواها كل شيء بالنسبه عن السيستم بتاعك او عن كهارد وير وكسوفت وير. يعني انا دخلت هنا سوفت وير، وبعدين دخلت هنا اهوت في كلوك، فالفورمات بتاع الساعه انت تقدر تغيره، صح الكلام؟ معنى ان اهوت انا كاتب، هو كاتب لي هنا اهوت ان الكي دوت اسمه فورمات، وقايل لي اللي هو واحد، معنى واحد يبقى انا اقدر اغير الفورمات. يعني ممكن اخلي فورمات الساعه 24 او فورمات الساعه 12. لو انا جيت دبل كليك عليه كده بالشكل دوت وخليت القيمه ديت زيرو، انت كده ما تقدرش ان انت تغير في الساعه. بس خد بالك الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج منك ان انت يعني تعمل لوج اوف لليوزر وتدخل مره تانية لوجن، او ان انت تعمل ريستارت للايه للمكنه لو لقيت ان التغيير ما ايه ما حصلش يعني. تمام. برضو طبعا الريجستري بتبقى فيها حاجات كتيره جدا، يعني مثلا برنامج زي الميديا بلاير اللي هو بينزل باي ديفولت مع الويندوز. يعني الميديا بلاير لو انا جيت مثلا اتكلم مثلا عن السيت اب بتاعه، يا ترى الميديا بلاير نازل فين بالظبط؟ اللينك بتاعه نازل فين؟ لو وقفت هنا اهوت، تعالى شوف كده اهو الابلكيشن نيم، الكي ده اسمه ابلكيشن نيم، لو دخلت جواه هلاقيه داخل جوه بروجرامز. تمام اهوت في الملف اللي بيشغله اسمه wmplayer.exe، مظبوط الكلام؟ طيب اللي هو طبعا ويندوز ميديا بلاير. لو دخلنا برضو في بالنسبه لليوزر، فبيقول لي اللي هو هيكون موجود في دوكمنت اند سيتنجز وتامر دي اني فاليو او اني كي. لو دخلت اشوف ده الكي اللي هو ليه شورت كات، اللي هو بيسموه شورت كات 1 شورت كات 2 وهكذا. طيب لو انا جيت هنا هو برضو النوت باد، النوت باد برنامج اللي بينزل بيلت ان مع الويندوز نفسه، هتبص تلاقي برضو في بعض الكيز هنا هو زي ايه مثلا، زي مثلا الايتاليك. الايتاليك النوت باد لما تيجي تفتح النوت باد انت بتكتب الكلام ما بيبقاش كلام مائل. طب ليه ما بيبقاش كلام مائل؟ لان الفاليو بتاعتها زيرو. طب لو انا كنت جيت هنا على الايتاليك ديت، عملت دبل كليك عليها وخليت الكلام اللي فيها هيبقى او الفاليو هديها واحد، طب يا ترى ايه اللي هيحصل في الحاله ديت؟ لو اديتها واحد يبقى معنى ذلك ان اي كلام انا هكتبه في النوت باد هتلاقيه باي ديفولت، الديفولت بتاعه هيبقى ايتاليك، يعني الكلام مائل. طب جميل جدا، ده كلام ظريف قوي. ده كانت الموضوع اللي احنا يعني نوصل للريجستري ازاي وفيها ايه الريجستري. طيب الريجستري بفتحها امتى؟ او انا مضطر فعلا ان انا اشتغل في الريجستري امتى؟ اذا انت بتقول يعني خلي بالك ما تفتحش الريجستري وما تشتغلهاش. انت طبعا ليه انا بقول لك الكلام دوت؟ لانك لما هتيجي تلعب في الريجستري هتلاقي في بعض البرامج او بعض السيرفيسز اللي في الويندوز مش هتشتغل.
طيب والريجستري ما فيهاش اندو. يعني ايه ما فيهاش اندو؟ يعني مجرد انت قفلت الكونسول ده كده، انا غيرت حاجه وقفلت الكونسول ما اقدرش اغيرها. طيب ايه بقى الاحتياطات اللي انا لازم اعملها؟ يعني الاحتياطات اللي انا لازم يعني اي حاجه اعملها اعمل لها الاول كوبي عشان بعد كده اقدر ارجعها. بمعنى ايه؟ انا واقف على موضوع الايتاليك دوت اهو بتاع النوت باد، دبل كليك عليه كده وبعدين كتبت واحد وقلت له قبل ما اكتب الواحد واقول له اوكي، اروح هنا اهوت اخد القيمه الاصليه بتاعته تمام، ملف ريجستري الاصلي، واعمل له اكسبورت، اصدره كملف ريجستري تمام فين؟ مثلا على الديسك توب، واسميه مثلا ايتاليك اوكي، واقول له سيف. خلاص انا عملت خدت الاصلي، بعد كده دبل كليك على صاحبنا ده كده واكتب القيمه بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى واحد، واقفل مثلا سي اللي انا هقفل الريجستري فقفلتها بالشكل ده، هلاقي ملف بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، هو ده الملف اللي انت نسخته، ده ملف الريجستري الاصلي. اتفقنا على هذا الكلام؟ طيب لو حصل اي مشكله في البرنامج اوكي، بمنتهى السهوله انت هتعمل دبل كليك على الملف دوت، والرساله اللي هتظهر لك هتقول له فيها يس، اللي هو بيقول لك ارجع الملف دوت للريجستري مره ثانيه، او اكتب الفاليو دي للريجستري مره ثانيه، اهيت مثلا دبل كليك كده اهوت، يقول انت متاكد انت عاوز تهدي الانفورميشن ديت للريجستري بتاعه الكرنت يوزر اللي اسمه تامر، فهمتني؟ تمام. تعال نشوف الاول النوت باد كده من غير ما نعمل ريستارت ولا بتاع. اوكي النوت باد في اكسسوارز، في نوت باد، تعال نكتب كده جواها كلام. بص الكلام بقى مائل ازاي. ليه؟ طبعا لان احنا لعبنا فين؟ في ريجستري، قلنا له ان احنا عايزين نخلي الكلام مائل باي ديفولت لما اليوزر اللي اسمه تامر يخش تمام على النوت باد، خلي الكلام يبقى مائل. ده طبعا كلام ايه؟ جميل جدا. طب يا ترى الريجستري بقى يعني بنستخدمها في ايه؟ يعني في بعض الاحيان لما بتيجي تعمل موضوع اللي هو عاوز تفضي البرامج اللي موجوده في الستارت اب، فبتلاقيها برضو بتشتغل، ففي الحاله دي لازم تروح تشيلها من الريجستري. طب اشيلها ازاي من الريجستري؟ لو انا رجعت بقى مره تانية كده لموضوع ريجست الستارت اب، فبيقول لي هتروح للكي اللي اسمه اتش كي اندر سكور لوكال اندر سكور ماشين، جوه سوفت وير، جوه مايكروسوفت، جوه ويندوز، جوه كارنت فيجن، تروح لرن تمام، تشيل منها البرنامج، او تروح ل اتش كي كارنت اندر سكور كارنت اندر سكور يوزر سوفت وير مايكروسوفت ويندوز كارنت فيرجن ران، برضو تشيل منها البرنامج من الريجستري. يبقى ده مهم جدا، ده كلام مهم جدا بيفيدني انا شخصيا في شغلي. ازاي؟ ان انا بلاقي زي ما قلت لك كده يعني بعض البرامج بتشتغل على الجهاز ومش قادر ان انا اوقفها، مش قادر اوقفها من الستارت اب والكلام دوت. ففي الحاله دي بعمل ايه؟ بروح للفولدر بتاع الستارت اب اشيل منه الايه؟ البرنامج. طيب بعد كده بصيت لقيت ان البرنامج نفسه لسه تاني بيشتغل بالرغم اللي انا شيلته من الستارت اب، يبقى في الحاله دي لازم اروح اشيله منين؟ من الريجستري. فده مهم جدا لما يكون عندك اجهزه بطيئه في الستارت اب بتاعها. طيب موضوع الستارت اب، احنا كنا بنشرح موضوع ريجستري عشان موضوع الستارت اب، وعرفت كمان خلاص ان انا لازم اعمل كوبي للريجستري. كمان في مشكله، ايه هي المشكله ديت؟ ان في بعض البرامج انت لما بتيجي تشيلها هي ما بتتشالش بسهوله، او لسه موجوده زي ما هي، يعني في منها بقايا موجوده، فاهمني؟ طيب هعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي لازم اشيلها من الريجستري. طيب اشيلها ازاي من الريجستري؟ لازم تكون بقى راجل خبير. طيب وغير كده ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ قال لي كمان اللي انت لازم قبل ما تعمل الكلام ده لازم تعمل باك اب او كوبي للايه؟ للملفات اللي انت ايه هتشيلها، او اللي هو الكي اللي انت هتغيره دوت، عشان لو حصل اي مشكله لا قدر الله في الويندوز تقدر تعمل عمليه الريستور دي، ترجع الملف مره ثانيه، صح كده؟ طيب طيب ده كلام جميل بالنسبه
الريجستري. كمان في ثيرد بارتي، يعني برنامج كان شركه مايكروسوفت، يعني هي لغايه دلوقتي شركه مايكروسوفت مش عامله برنامج زيه للاسف، يعني مش عامله برنامج كده يعمل ايه ريجستري كلينر، يعني تنظيف للريجستري. البرامج دي ممكن تلاقيها على النت، اللي هي تعمل ايه، تعمل لك تنظيف للريجستري. اي يعني برامج بتنزل فبتنزل معاها بعض الكيز موجوده في الريجستري ملهاش لازمه او بتبقى عبء على الريجستري، فتلاقيها دي البرنامج دوت اللي هو اسمه ريجستري كلينر بيروح عامل ايه، يعمل تنظيف ويشوف ايه هي الملفات دي. طبعا صعب جدا انت تدور في ريجستري الا لو انت بتدور في حاجه ايه، في حاجه معينه. انت عارف انا مثلا برضو في الشغل بدل ما اقعد احفظ المسار ده كله، كل اللي عليا ان انا بروح مثلا للريجستري نوت بالشكل ده عشان اجيب بقى كل الحاجات اللي هي ايه، اللي هي بتشتغل. اقفل بس القصه كده، خد بالك يعني احنا دايما بنحاول نتك على الشغل العملي، سيبك بقى من موضوع الكورس بس والامتحانات بس والكلام دوت، لا ده احنا اهم حاجه بالنسبه لنا الشغل العملي. لو انا دخلت ايديت هنا وبعدين دخلت فايند وجيت قلت له بقى يعني ايه، دور لي على اي حاجه فيها ران، دور لي على اي حاجه فيها ران، اوكي بس علمني على صاحبنا ده ماتش هول سترينج، وقول لي عشان ما يقعدش يدور بقى ساعتين، تمام، وقول له فايند نيكست، هيفضل يدور هيلاقي. طبعا الاجهزه، الجهاز ده طبعا فاضي، اللي هو على الفيرتشوال ماشين ده فاضي، ما فيش برامج كتير، تمام، لكن اللي هو الحقيقه لو يعني الجهاز بتاعك مليان وكده الامر ده هياخد معاك فتره طويله جدا، فهتبص تلاقي البرامج اللي بتشتغل على طول في الاول، البرامج اللي بتشتغل على طول في الاول مالها يعني بتاع دوت ظهرت عندك. اخش مره تانيه كده فايند وقول له فايند نيكست تاني، هيفضل يدور في ايه، في الريجستري ككل، بحيث ان انا او مثلا عندي الفي ام وير بيشتغل دايركت على طول في الاول زي ما انت شايف، وايه اللي مكانه فين بالظبط. طيب ما تنساش موضوع ايديت وبعدين موضوع فايل وبعدين اكسبورت، ده لازم يجي لك في الامتحان كسؤال، امتحان الاي بلس في الحقيقه بيجي لك، لازم يقول لك عشان تعمل كوبي المفتاح في ريجستري في الحاله دي هتعمل ايه بالظبط، فطبعا لازم تروح لايه، لاكسبورت. ناقص حته بس بسيطه في الريجستري، احنا عندنا حاجه اسمها ريجستري داتا فايلز، ده مهم جدا. الحقيقه ده طبعا هنستخدمه في الريكفري كونسول ان شاء الله في الشابتر بتاع الترابل شوتنج. الريجستري داتا فايلز اللي انا بفتح ماي كمبيوتر، لما بفتح ماي كمبيوتر جوه السي فلاقي الفولدر اللي اسمه ويندوز، جواه فولدر اسمه كونفيج، صح كده؟ ايوه، جوه سيستم 32 الاول، سيستم 32 سوري، ادي سيستم 32 جوه الفولدر اسمه سيستم 32، بلاقي فيه فولدر اسمه كونفيج، كونفيج ايوه اهو، فبلاقي فيه ملفات، تمام. الملفات دي بقى ملفات مهمه جدا، اوكي، الملفات ديت بيسموها الريجستري داتا فايلز. الريجستري يعني كل ملفات، كل الكلام اللي موجود في الريجستري ده موجود فين؟ موجود جوه الملفات ديت. الملفات ديت هي عباره عن ملف اسمه ديفولت دوت ال او جي لوك، تمام، بيبقى جواه الديفولت سيتنجز اللي موجوده في الاتش تي اندر سكور يوزرز اللي موجود في الريجستري. ملف تاني اسمه سام، طبعا هنتعرض له بالتفصيل قدام شويه، اللي هو بيبقى جواه كل الانفورميشنز والسكيورتي اكونت، او يعني كل معلومات الاكونت اللي موجوده على جهازك، تمام. طبعا اللي هو الجزء اللي موجود في الاتش كي اندر سكور لوكال اندر سكور ماشين وهو سام في الريجستري. ملف تاني اسمه سكيورتي، تمام، بيبقى جواه الجزء اللي هو جزء السكيورتي بتاع اكونت مانجر اللي موجود في ال اتش كي اندر سكور لوكال اندر سكور ماشين على سكيورتي سيكشن اللي موجود في الريجستري.
وملف كمان اسمه سوفت وير، تمام، بيحوي برضو ال اتش كي او السيتنج، السوفت وير سيتنجز اللي موجوده في اتش كي اندر سكور لوكال اندر سكور ماشين جوه سوفت وير سيكشن اللي موجود في ريجستري، وملف كمان اسمه سيستم، وهو الاعدادات اللي موجوده في الاتش كي اندر سكور لوكال اندر سكور ماشين جوه سيستم سيكشن اللي في الريجستري. ده مهمين جدا الملفات ديت. طبعا هنعرف قدام شويه في ترابل شوتنج ان ممكن يجي لك يعني شاشه كده، تمام، يقول لك ان ملفات الريجستري مش قادر، الويندوز مش قادر يقوم لان في مشكله في ملفات الريجستري، فهتضطر تخش بقى بالريكفري كونسول اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله، وتبتدي تاخد نسخه تانيه من الملفات دي. الويندوز اوريدي بيبقى حاططها في فولدر تاني اسمه ريبير اهوت، يعني انا هنا اهوت لو انا رجعت ورا كده في السيستم 32 هنا في كونفج، لو نزلت هلاقي في فولدر تاني اسمه ريبير هنا اهوت. جوه الفولدر اللي اسمه ويندوز هلاقي نسخه تانيه من الملفات ديت جوه الفولدر اللي اسمه ريبير، فهقدر باستخدام الريكفري كونسول اللي انا يعني اخد النسخه ديت عشان اقدر اشغل بيها الويندوز بدل النسخه اللي باظت عندي. طيب هنرجع تاني نشوف موضوع الستارت اب، فدي ملفات طبعا لازم تاخد بالك منها. هرجع بقى للجزء اللي بنقول اللي هو بتاع الستارت اب مره تانيه اهوت. فقال لي انت تقدر تحسن الستارت اب بتاع الجهاز عن طريق الريجستري كيز اللي انت شايفهم قدامك دول، او اللي انت تستخدم بقى اداه مهمه جدا اسمها مايكروسوفت سيستم كونفيجريشن يوتيليتي، او بيسموها الام اس كونفيج دوت اي بقى اي اكس اي. اوعى تنسى الكلام دوت، تمام، عشان تعمل بلوك للبروجرامز من اللي هي تشتغل فين في الستارت اب. هو في الحقيقه يعني هو حاطط الام اس كونفيج جوه سيكشن كده في الكتاب اسمه الويندوز مانجمنت تولز، بس في الحقيقه يعني مش في الاوبتمايزنج ويندوز، بس ما اقدرش ان انا ما ايه يعني ما اتكلمش عنها دلوقتي لان هي وقتها الحقيقه اللي احنا هنتكلم عنها برضو في الوقت الحالي. انت لو جيت هنا اهوت دخلت كده، طبعا اذا الموضوع دوت زي ما انت عارف خلاص نقفل بقى الريجستري بتاعتنا اهوت. لو ان الموضوع دوت بالمناسبه طبعا انت عارف هنا لو انا عملت كده دبل كليك على صاحبنا ده وقلت له بس وبعدين رجعت وقلت له اوكي هنا اهوت ورحت للنوت باد مره ثانيه، على الله بس ما تكونش محتاج يعني بعض طبعا الحاجات ما تبقاش محتاجه ريستارت ولا لوج اون ولا لوج اوف ولا اي حاجه والكلام ده، روح للنوت باد كده. انت فاكر اخر مره طبعا بتاعت ما كنا بنكتب كان بيبقى مائل، بص الكلام ما بقاش مائل دلوقتي، هو الكلام بقى عادي جدا جدا. طيب هنا لو انا جيت كتبت في الران ms config وطبعا بقى اذا دوت اي اكس يبقى مش هكتب اي حاجه واقول له اوكي، فهيطلع لي اداه جميله جدا 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 مهمه قوي. هتلاقي فيها تاب اسمه ستارت اب، التاب اللي اسمه ستارت اب هتلاقي كل البرامج اللي هي يعني بتشتغل على جهازك في الستارت اب هتلاقيها موجوده هنا اهوت. ممكن بس تشيل البوكس دوت من عليها، تمام، وتقول له اوكي، وفي الحاله دي هيطلب منك ريستارت. على فكره كل الكلام دوت احنا بنتكلم من وجهه نظر مين؟ بنتكلم من وجهه نظر انت راجل بتاع صيانه، فاهمني، انت راجل تكنيشن، يعني انت مش راجل بقى يعني يعني مثلا معاك مثلا ام سي اس اي او بتاع او الكلام ده كله ومش قادر تستخدم تول زي ديت او مش عارفها او ما اشتغلتش في حياتك في تول زي ديت. لا احنا بنتكلم ناس لسه في البدايه وناس عاوزه تتعلم صح وفي حياتها العمليه، يعني الكلام دوت بتقابله في حياتك العمليه لما تكون راجل مسؤول عن اكتر من لاب الصيانه بتاعته، اتفقنا؟ طيب لو جيت هنا اهوت دي الستارت اب، يبقى اقدر اشيل منها اي ايه، اقدر اشيل منها اي حاجه. برضو في الام اس كونفيج بلاقي السيرفيسز، ممكن اوقف سيرفيسز من هنا بدل ما اروح ل سيرفيسز، لا ده انا ممكن اوقف السيرفيسز من هنا اهوت لو ان السيرفيسز ديت برضو بتبطئ جهازي او عامله لي مشاكل في
في جهازي. البوت اي ان اي من هنا اقدر برضو يعني اشتغله، وكمان انت هتقدر تشتغله، ولكن انت هنا على فكرة ما تقدرش تأديت فيه، يعني لازم عشان أأديت فيه تمام لازم اروح فين، لازم اروح ل كليك يمين على ماي كمبيوتر وأأديت فيه طبعا زي ما خدناه المرة اللي قبل اللي فاتت، صح الكلام كده. لكن ممكن اموف السطر ده قبل السطر دوت، كنا اتكلمنا عن المفاتيح اللي هو نو اكسكيوت وفاست ديتكت والحاجات دي كلها، في مفاتيح تانية ودي بتجي لك هنا في الامتحان كنت اتكلمت عن بعض منها. يعني مثلا لو المفتاح دوت سيف، لو انت علمت كده عليه يبقى هيتضاف فيه مفتاح كده على السطر الاولاني اللي هو سيف بوت، يعني انت في الحاله دي بتخش المود اللي اسمه سيف مود تمام، اول ما يجي يخش هيخش على سيف مود على طول. نو جي يو اي بوت يعني مش هيوريك خالص الجرافيك يوزر انترفيس بوت اللي هي اللي انت بتشوف فيها علامه الويندوز واللوجو بتاعها والكلام ده على طول. البوت لوج بوت لوج سوري اللي هو طبعا يديك اللوجن في الاول خالص ده اللي انت زي لوجن يعني. صوص ده بقى مهم جدا، ده بيساعدني لو انا عندي مشكله في هاردوير معين يعني ومش عارف الهاردوير دوت الهاردوير مين يعني فاهمني، عاوز اكتشف عاوز اديتكت الهاردوير اللي عامل لي مشكله في ويندوز. ففي الحاله ديت لازم تحط للبوت اي ان اي المفتاح اللي هو سوس او اس او اس، ده سؤال بيجي لك في امتحانك تمام. الوين اي ان اي والسيستم اي ان اي يعني الوين ان اي بيقولوا عليه هاردوير ليجاسي، يعني نقدر ليجاسي يعني ميراث او ارث تمام. وسيستم اي ان اي دول ملفين يعني خلاص يعني اتشالوا من الفيستا، يعني لو جيت كده للفيستا وكتبت في الرن ام اس كونفيج بالشكل دوت، قارن بينها كده وبين الام اس كونفيج اللي قدامك في الاكس بي مش هتلاقي فيها سيستم اي ان اي ولا الوين اي ان اي، ده هي بالشكل ده اهو، مش هتلاقي فيها الكلام دوت. اوكي الجنرال المفتاح اللي هو اسمه جنرال اهوت، المفتاح اللي اسمه جنرال ده اوكي. فبيقول لي انت الستارت اب سيلكشن يعني اختار طريقه الستارت اب بتاعتك تبقى نورمال ستارت اب، وده باي ديفولت طبعا اللي انا لود كل الديفايس درايفرز اند سيرفيسز تمام، ولا دايجنوستيك ستارت اب الود بس البيزك ديفايسز اند سيرفيسز اونلي تمام، ولا اسيلكتيف بقى ستارت اب معينه اللي انا يعني اعمل بروسيس للسيستم اي ان اي فايل والدبليو اي والوين اي ان اي فايل ولود السيستم سيرفيسز، يعني ممكن الحاجات دي اشيلها او اقدر اشيلها او احطها يعني اوكي. فطبعا احنا باي ديفولت الطبيعي اللي احنا بنقول له لا اشتغل نورمال ستارت اب ولود كل ديفايس درايفرز والسيرفيسز، وطبعا كان غرضنا الاساسي من هنا. وطبعا هنا في حاجه مهمه قوي اسمها سيستم ريستور، ممكن برضه اجيبها من السيستم كونفيجريشن يوتيليتي، وهنتكلم برضه ان شاء الله عن السيستم ريستور قريب جدا لانه مهم جدا وهنتكلم عنه بالتفصيل. دي كانت الام اس كونفيج، وبيجي لك عليها سؤال في الامتحان بيقول لك والله انت دلوقتي لو مثلا يعني جهازك بطيء في الستارت اب بتاعه، ركز جدا في السؤال، يعني جهازك بطيء في الستارت اب بتاعه يبقى في الحاله ديت يعني، لان في بعض البرامج بتتحمل والكلام ده تستخدم انهي اداه، فبقول له طبعا بستخدم الاداه اللي اسمها ايه سيستم كونفيجريشن يوتيليتي او الام اس كونفيج. جميل الكلام كده. هرجع بعد كده ل لي بقى موضوع تاني هنتكلم على حاجه اسمها ابلكيشنز التطبيقات. التطبيقات بيقول لي هنا ان الويندوز بيديك يعني طرق كتير عشان تحسن من اداء التطبيق او التطبيقات بتاعتك، زي مثلا انت تقدر تعمل عملية بالانس توازن بين الباك جراوند سيرفيسز والابليكيشن ريسبونس، وتحسن من او توقف طبعا
بعض الايه الابلكيشنز اللي هي بتكون يعني مش مستجيبه. الكلام ده انا اقدر اعمله ازاي؟ ببساطه شديده جدا، انا لو جيت وقفت كده على ماي كمبيوتر كليك يمين واروح للبروبرتيز، اوكي، فهروح لادفانسد، وجوه ادفانسد هلاقي ان هو في البرفورمانس اللي انا كنت بظبط فيها الفيرتشوال ميموري بتاعتي، فبلاقي ان هو في حاجه ادفانسد تاني. ففي ادفانسد ديت احنا كنا خدنا قبل كده الفيرتشوال ميموري، هنا بقى بيقول لي بالنسبه للبروسيسور سكادجولينج، دلوقتي احنا عاوزين ننظم عمل البروسيسور بتاعك، تحب النسبه الكبيره للبروسيسور بتاعك ياخدها البرامج ولا تاخدها الباك جراوند سيرفيسز، السيرفيسز اللي انت ما بتشوفهاش زي سيرفيسز الماسنجر ديت اللي هي بتبتدي معاك باي ديفولت او اوتوماتيك اول بالويندوز يشتغل، زي سيرفيسز اللي هي الساعه، زي سيرفيسز اللي هي الويندوز تايمر، يعني السيرفيسز دي كلها تحب طاقه البروسيسور كلها تروح للبروجرامز ولا للباك جراوند سيرفيسز؟ باي ديفولت معموله للبروجرامز، انا راجل بشتغل فوتوشوب، انا راجل بشتغل 3 دي ماكس، تمام؟ ففي الحاله ديت انا عايز كل الطاقه بتاعت البروسيسور بتاعتي، كل قوه البروسيسور بتاعتي تاخدها البرامج مش السيرفيسز، ما ضيعهاش على السيرفيسز. نفس النظام بالنسبه للميموري، ايه يوزج او استخدام الميموري، يروح للبرامج ولا يروح للسيستم كاش؟ لا طبعا برضو بفضل اللي هو يروح لمين؟ للبرامج. طيب نشوف هو قايل لي ايه اهوت. هو بيقول لي اهوت تخش ازاي على الموضوع دوت، وبيقول لي طبعا يعني مش قايل لي حاجه مهمه في الموضوع ده اكتر من ايه من كده. طيب بس اخر حاجه عايز اتكلم فيها بالنسبه للمحاضره ديت هي موضوع اللي هو الهاردوير بروفايل اللي انا قلت هتكلم فيه في الوقت الحالي. انت لما بتعمل كليك يمين على ماي كمبيوتر وتروح للبروبرتيز، فبتلاقي ان هو تاب اللي هو الهاردوير، بنروح لهاردوير بروفايل. هاردوير بروفايل بمعنى ايه؟ بمعنى ان الهاردوير بروفايل بمعنى نقدر نقول الطريقه، تمام، اللي بيخزن فيها او بيعد فيها الاعدادات بتاعت الايه او الاعدادات المختلفه للهاردوير بتاعك في الوقت الحالي. انت عارف مثلا من الديفايس مانجر هنا اللي انت عندك كارت ساوند مثلا، اوكي، ادي كارت الساوند بتاعك اهو بالشكل دوت، اوكي، كارت الساوند دوت نازل على بنقول على البروفايل او الهاردوير بروفايل اللي انت فيه في الوقت الحالي. طيب افرض مثلا اللي انت كارت الساوند دوت مش محتاجه في البيت عندك، انت محتاجه مثلا في شغلك لكن مش محتاجه في البيت عندك، اوكي، او مثلا عندك كارتين نتورك. تعال نتكلم كلام عملي شويه، عندي كارتين نتورك، كارت نتورك عباره عن وايرلس، وكارت نتورك هو كارت ايثرنت عادي، يعني كارت اللي بحط فيه واير، بحط فيه كابل يعني، تمام. ففي الحاله ديت انت مثلا في الشغل بتشتغل على كارت بتاع دوت وايرلس، لكن في البيت بتشتغل على كارت وايرد مثلا، اوكي. يعني طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز الكارتين متعرفين عندي مفيش مشاكل، اوكي. طيب عايز وانا في البيت اعمل ديسيبل او الويندوز ما يعملش لود للدرايفر بتاع كارت النتورك الوايرد الايثرنت العادي، ما يعملش لود لي الا في الشغل، فاهمني؟ يعني الكارتين متعرفين عندي، بمعنى كده هوت اللي انا مثلا الكارت بتاعي دوت ممكن اقف عليه كليك يمين كده واقول له والله ديسيبل. طب انا لما حاجه اعمله ديسيبل فالكارت مش هيشتغل، تمام. لو انا فرضا انا عندي كارت ايثرنت عادي، كارت وايرد عادي، وكارت شبكه اسمه ايه ده وايرلس عادي، فبروح الشغل مثلا بشتغل على الوايرلس، وبروح البيت بشتغل على كارت وايرد سلك عادي. لما بروح الـ البيت فالويندوز لما بيجي يحمل
بيحمل الكارتين، اول ما بيقوم بيحمل الكارتين الوايرلس اللي انا مش هستخدمه والوايرد اللي انا هستخدمه، ولما بكون في الشغل بيحمل الكارتين. انا عايز اخف الموضوع ده عن الويندوز عشان مبطئ للويندوز شويه. مثلا عندي برينتر في الشغل تمام، وفي البيت ما عنديش برينتر، يعني كده اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ هقدر اعمل الكلام دوت عن طريق اللي هي الهاردوير بروفايل. هاردوير بروفايل ده لو انا فتحته كده فبيقول لي ان الكرنت بروفايل دلوقتي اوكي بنسميه بروفايل واحد، يعني البروفايل اللي بتاع الهاردوير بتاعك اللي فيه كل الكروت اللي انت شفتها دلوقتي في الديفايس مانجر دي بنسميها بروفايل واحد. انا ممكن بكل سهوله اقول له اعمل لي كوبي من البروفايل دوت وهسميه مثلا سي، يعني هسميه مثلا هو، واقول له اوكي. وكمان البروفايل رقم واحد ده انا هعمل له رينيم وهسميه ورك، ما في مشكله. طيب فبيقول انت واقف دلوقتي على الورك بروفايل. الورك بروفايل دوت سي اللي انت محتاج فيه كارت النتورك تمام. في الهوم انت ما عندكش خالص اساسا نتورك اوكي. هتعمل ايه؟ هقول له والله هنا خلاص اوكي الشكل دوت، وهقول له هنا برضو اوكي، واعمل ريستارت للويندوز. اول ما عملت ريستارت للويندوز بيديني عداد دوت تحت وبيقول لي اختار بين الاثنين بروفايل دول، ورك ولا هوم تمام. انا عارف ان الورك انا محتاج فيه كارت النتورك فسايبه زي ما هو، كارت النتورك متعرف فيه عادي ما فيهوش مشاكل. انيبل، هنزل على الهوم واخش البروفايل اللي اسمه هوم اهوت، نزلت وعملت انتر. جميل جدا. هتيجي هنا بقى فايده البروفايل الهاردوير بروفايل، انا هعمل كليك يمين كده على ماي كمبيوتر بروبرتيز اوكي، وهروح للكارت اللي انا مش محتاجه في بيتي تمام، سي اللي هو كارت بقى النتورك مثلا، عندي كارت واحد بس هنا اهوت، هعمل كليك يمين واقول له ديسيبل هوقفه. طبعا ديسيبل هيعمل لي عليه علامه الاكس، الايه الاكس الحمراء اوكي. خلاص كده الويندوز كل ما هيجي يقوم لما هختار البروفايل اللي هو اسمه هوم مش هيعرف لي كارت الشبكه، فبالتالي الويندوز هيكون اسرع شويه. طيب لما اخش البروفايل اللي هو بتاع الورك العادي، اللي هو البروفايل الاساسي بتاع اللي هو وورك، لا هلاقي كارت الشبكه مش معمول ديسيبل، هلاقيه شغال عادي جدا مفيش مشاكل. طب القصه دي احنا بنعملها ليه؟ بنعملها للظروف اللي انا بحكي لك فيها ديت، لسرعه الاداء يعني بتاع الويندوز وكده، لان في بعض الاحيان انت مثلا تكون شغال في شغلك وشغال عادي جدا لانك انت مثلا معرف كارت معين تمام، تيجي في البيت تبص تلاقي الكارت دوت بيطالبك بيه وبيقول لك لو مش متوصل وبيديك رسائل كتير كده، فطبعا بيقلل لك من الايه من السرعه بتاعه الستارت اب بتاعه الويندوز. لما نيجي نكمله كده الاول، لان هو فيه اكتر من حاجه الحقيقه تمام، هروح مثلا الهاردوير هنا في هاردوير بروفايل مره تانية، عرفنا موضوع كوبي، عرفنا موضوع الرينيم، ممكن كمان يعني طبعا ما اقدرش اعمل ديليت للبروفايل اللي انا واقف عليه. شوف انا واقف دلوقتي على هوم، لكن لو واقف على ورك ممكن اعمل ديليت لورك، وممكن ايه اخلي هوم قبل ورك، يعني الاختيار لان طبعا انت عارف هو بيديني 30 ثانيه اختار فيهم تمام، فممكن انا اكون بره مثلا ارجع على ايه على طول دخل على ورك، بما ان الورك هو الاختيار الاولاني السليكت اللي في الاول تمام، فانا ممكن اخلي اقول له لا اخلي الهوم هو الاختيار الايه الاساسي بتاعك لو انا مش موجود. اتفقنا على هذا الكلام. هنا بيقول لي ممكن اشيل موضوع ال 30 ثانيه دول خالص واقول له لا استناني، هستنى مالكش دعوه ما تعدش، ومهما انا اتاخرت عليك انتظر لغايه ما انا اعمل ايه يعني اختار. هنا في بروبرتيز لكل بروفايل، يعني في خصائص لكل بروفايل. البروبرتيز دي بقى بيجي لك منها يعني سؤال في الامتحان ايه هي؟ بيقول لك لو انا انت جهازك عالي
لو ان الجهاز بتاعك عادي جهاز ديسك توب عادي. طب لا، انا اقول له لا انا بستخدم جهاز محمول بورتبل كمبيوتر مثلا. تمام. طبعا كنت خدت بقى طبعا مع الاستاذ احمد الدوكينج ستيش او دوكينج ستيت اللي هي بتتحط بالنسبه لللابتوب. تمام. طبعا هي باختصار، وانت عندك اكتر من يعني عندك اكتر من جهاز اتاتش باللابتوب بتاعك، سكانر وبرينتر ومش عارف ايه وحاجات كتير كده. تمام. الطبيعي لحضرتك بتركبهم طبعا في اللابتوب بتاعك، فبيبقى في حاجة اسمها دوكينج ستيت كده، دي بتركبها وبيبقى فيها بورتات كتير، بحيث ان يبقى ليها بورت للسكانر، بورت للبرينتر بتاعك، بورت مثلا ل كروت الساوند زيادة، كروت سبيكر، سب ووفر، مش عارف ايه حاجات، مثلا ماوس عادي، يو اس بي عادي كده، بدل ما تقعد تركبهم في اللابتوب وتشيلهم بكره وانت مثلا رايح شغلك وبتاع، لا ده دايركت على طول تسيبهم اتاتش في الدوكينج ستيت، في دوكينج ستيشن بتاعتك، بحيث ان انت على طول تركب عليه اللابتوب بتاعك، يعني من غير بقى ما تقدر تخلع الكابلات ديت من اللابتوب او تشيلهم من من اللابتوب كل ما تكون مش محتاجهم يعني. تمام. بقول له اديني اوبشن مهمه جدا، بيقول لي الهاردوير بروفايل سيليكشن، بيقول لي ان هو always includes a profile as an option when Windows starts. فطبعا دي يعني بقول له ان هو خلي البروفايل دوت اوكي اللي احنا واقفين عليه ده اللي هو work، يعني يبقى هو شغال على طول اول ما الويندوز يبتدي يعني. طبعا ده كان موضوع الهاردوير بروفايل، وكان موضوع الاوبتمايزنج ويندوز بالكامل. ان شاء الله دي كان المحاضرة الرابعة الجزء الثالث، إن شاء الرحمن نكمل مع بعض الباقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.